بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على من فدى الدين والوطن بدمه وروحه، السلام على من خرج طالبا للإصلاح، السلام على الشهيد البطل الشاب حسين شرف ورحمة الله وبركاته. اليوم جئنا لنؤدي للشهيد حقا علينا بإحياء ذكراه تقديرا له. جئنا لنشكر الشهيد لما قدمه للوطن، وجئنا لنؤكد إليه ما نؤكده لجميع الشهداء، أننا على نهج المطالبة سائرون، وجئنا لنؤكد له أننا سنبقى نطالب ما حيينا بالقصاص ممن أراق دماء شهدائنا الأبطال. رحم الله شهيدنا الغالي، ورحم الله جميع الشهداء، وأسكنه الفسيح من جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وصل اللهم على محمد وآل محمد.